هنعمل قرص بالزبادي بس بطريقة حلوة. عندي دقيق وخميرة ملح وسكر. دي زبدة ولا زيت دي ولا ايه بالظبط؟ زيت ومية للعجين حسب الرغبة. زبادي، بيكنج باودر، هديها بقى شوية بصل مقلي وشوية ثوم وشوية بقدونس مع العجينة. حط دي على النار، بقول له صباح الخير سابني ومشي، ما باين عليها بايظة. هو بقى دخل يبص عشان بوظها. ده احاق، دي احاق. الزيت اللي الزيت الواحد ده انا ما انا عارف برضه، انا عارف. ماشي هديها بقى يا عم، يلا احنا ونصير. ايوه ماشي، والله ما انتوا نافعين. ادي شويه جارليك، بصوا بقى القرصه دي انا هبعت منها شويه بس محمد افندي بملحها شويه زياده كمان عشان مبقاش ملح اهي. ما تصلي على النبي يا عم الحاج عشان مبقاش في حاج احسن من حاج. حاضر، ابقى غلطان لو قلت لكم على حاجه تانية. اوه كده النبي اللي اوريك اللي في بالي. قال صلي على الحبيب يا باشا. الله، بالسيد المخرج والكاست معاه. حبة المكرونة دول هنا، لا يا عم هو كده كويس عشان ما بننامش من يا عم. الواد هينام فيني في الفاصل، اسكت. عندي جبنة، عندي فلفل حار وشوية بقدونس وبس. انت ليكي شوق تاني في حاجة؟ احنا خدامين سعادتك يا فندم.